زياش. زياش هناك خطأ كما تقول محاولة بلال الخنوس ولكن استرجع الكرة من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تبادل المحاولة أو بوفال فرصة 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 أو بوفال هدف أول في هدف المنتخب الوطني المغربي. باسكت سوفيان بوفال يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات فرحة للجماهير المغربية بهدف سوفيان بوفال. كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبات بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذه الفرصة. حكيم زياش خطف كرة بشكل ممتاز انطلاقة كان تمريرة كان خطأ على مستوى التمرير بلال الخنوس ثم استرجاع الكرة. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي تمريرة ممتازة ثم خطف الكرة لسوفيان بوفال. مازال ما نقاش وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية واللي خلى ما كاين أي ردة فعل اللي هو فيرتون. انتبهوا هذه المحاولة سوفيان بوفال يضع الكرة في الشباك وفرحة كبيرة للاعبي المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد سوفيان بوفال خطف الكرة بشكل ممتاز ولأنه كان عاطي الحارس المرمى في الصدر الظهر عفوا فما تمكنش ويفرتون من ابعاد الكره. هدف اول وهدف مستحق لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا تغيرت النتيجه هنا بالعبيد غالب سيس الذي يتدخل ويبعد الكره في الوقت مشات الكره لدوس سانتوس اللي دخل منذ قليل. كانت مطالبه بخطا بلبسه يد في الوقت اللي استرجع الكره امام يوسف الخيري خطيره والهدف هدف التعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطة العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كرة ولكن كرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب البرازيلي كذلك البرازيلية الحاضرة وفرحة كبيرة للعودة في نتيجة هذه المباراة. سنتابع مرة أخرى كان خطأ على مستوى التمرير استرجاع الكرة من طرف لوكاس تسديدة طرف لاعب والعبيد كاسيميرو اللي كيوضع الكرة في الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب البرازيلي. إذا كاسيميرو كارلوس لاعب فريق مانشستر يونايتد لاعب سابق لساو باولو ولبورتو ولفريق ريال مدريد. إذا صفحة التسجيل الآن هدف لميتي بين المنتخبين. لاحظوا الفرحة كذلك ديال رامون مينيزيس مدرب المنتخب البرازيلي. منطقة الجزاء فرصة فرصة نصير نصير مزراوي إمكانية تمرير داخل منطقة الجزاء أربعة كرة فرصة ورأسية كانت رأسية والمحاولة أخرى يحيى عبد الله أربعة كرة فرصة فرصة هدف فرصة هدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطة اللاعب الصابري الصابري ورقة رابحة من حقك فرح فرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكرة في الشباك فرحة كبيرة بحضور كل الأجيال تحضر لمتابعة هذه الملحمة أمام منتخب برازيلي ومنتخب برازيل إفريقيا والعرب. تابعوا المحاولة ممتازة تمريرة والعرضية داخل منطقة الجزاء صحة الكرة للاعب عبد الحميد الصابري بعد تمريره من يحيى عبد الله تسديده قويه تعانق الشباك الحارس ويفرتون. والمنتخب الوطني المغربي يتمكن من انه يتسع مره اخرى تقدم امام منتخب البرازيل. تابعوا المحاوله قطع الكره في البدايه للاعب وليد عشديره ولكن عبد الحميد الصابري هو من تمكن من التسديد قوه لعبد الحميد الصابري يضع الكره في الشباك هدف